يا انت رايي. انا شفت ناس بتطلب طلبات بس كل خمس دقايق طلب بعد ما شفت. ليش شو طالب حضرته هلا؟ قال جاي عبيله سجاير بفلتر من فوق وفلتر من تحت. ما كيف بدي اشربها؟ تفضلي اسألي. وان شاء الله رايحه تجيبي له. اذا ما جبت له بيتشك علي البيك، وانت عارفه كيف اخلاقه لبيك هالايام هيدي. يا دلة شو هالمصيبه اللي وقعت على راسنا يا دلة يا دلة. هاي وانت عشو عجقتيها هلا؟ خايفه اتاخر على الاستاذ ابراهيم. ليش وين كان بعتي؟ بعتني على السوق اشتري له بردقان. دخلي وثلاث ساعات تجيب البردقانات وتجي؟ ما صرت رايحه وجاي ثلاث مرات ومرجعني فيهم. ليه؟ قال عبكره ما بيقدر يشرب الا عصير بردقان شموطه. شموطه؟ نعم. عن اذنك قبل ما اتاخر. لو جد صار له هالدليل كله ما كان مات. هيدا بيت ولا حمام مقطوع ميته؟ وانت يي بابا شو عامل؟ عم تخطبه كمان؟ شو بدي اعمل؟ مجبور. شو اللي جابرك تخدمه؟ انت اللي عندك عشرة اللي خدموك قاعد تخدمه؟ الايام الايام يا لك. اي ايام يا بيي؟ من كم يوم كنت رح تطربق البيت على راسي اذا شفته او استقبلته، هلا صرت انت عم تخطبه بايدك كمان؟ قلت لك الايام. عن اذنك عم بتطلع عصبيته لاني تاخرت عليه. انا رح جن؟ رح اخوه؟ لك شو اللي قلب العائله كلها هالفقانه تحتاني؟ لو كلهم ما كانوا يطقوا، هلا صاروا كلهم عم يخدموه؟ علمتي؟ نعم. على الاستاذ ابراهيم حسي على دمك ووطي صوتك. روحي قولي له انه هو بلا دم بالمره، ولو كان عنده ذره دم ما قعد ببيوت الناس ولزق عليها هيك. حاضر. روحي نرجعي. شوفي يا عمي شوفي فاتحه صوتك على مداد كثير على السحر. قولي عيب ببيتنا مريض. يي مريض يروح على بيته يرتاح؟ لا، بيتنا وبيته واحد. بابا انت عم تقول هيك؟ نعم وبأمري فخفي صوتك وعن اذنك كمان. لا 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 مش معقولة. يا انا جنيت يا بيي جن. يا اللي عم عايزي برا الله يبعث لك كسرة الزعيمة، جوزة الزعيمة مثل ما انكسر ورقة. وصلت قلة ادبك علي يا ابراهيم؟ ايه انا فرجيك. تنكسر جوزة مين؟ لك جوزة اللي ما بحبك. مين البلازوق؟ هيدا اللي بلازوق اللي كانت واقفة عم تعيط برا. يعني أنا؟ أنت هنود؟ تخيلك ما تخزيني، افتكرت هيدي عفو مقصوفة العمر. يعني هلا بطلت تعرف صوتي من صوت عفيفة؟ لك حبيبتي بدي يكون على وجع وركة، عرفتي كيف؟ على الوجع ما عم بسمع. ايه عقبال وركة التاني يا رب، هيك بطل تحكي بالمرة. على مين عم تدعي؟ عليك. علي أنا؟ نعم. الحق علي أنا. يا ريت حبيت امالي ولا حبيتك. اوف من هون، اوف من بيتنا بقى. ما بدي اروح لانه التخت اللي عندي بالبيت مش كومفورتبل. والله؟ بيتك. يعني تختي انا اللي كومفورتبل؟ طبعا لانه بيكفي هون ريحه عطرك فيه. خلصني وفل على بيتك بقى. فيني ما فيني روح. ما في لا بعدين بتفشني. بعدين قال لي الدكتور اوعى تتحرك من التخت شهر. شهر؟ لذلك بدك تحمليني هالنوت شهرين، عرفتي كيف؟ شهر وجع وشهر نقاهة. اسمع لقلك، عندك من هلأ للظهر يا بتظهر من البيت بشرف يا اما انا حتعرف كيف بدي طلعك. النود عندك هلأ هون، انت من هلأ لنص دقيقة. اذا ما حتترك الأوضة حنيد لأبوك حطلك عتمك شرتي التوم. اولا هيدا البيت بيتي انا وانا صاحبة الامر فيه. لا حبيبتي مش انت. لا. هيدا البيت لابوكي. لا هيدا بيتي انا، بيي عنده بيت بيقدر يروح عليه. ايه ما عم بيروح ابوكي ملزق اهو ما عم بيروح. يا ريتي بتركنا لوحدنا وبيروح. روح الكاشي ما عم بيصير. ليش بتنبسط؟ ما تسن اسنانك كثير. لما بيي بده يظهر حتطلع قبل منه انت. وانت كمان ما تسن اسنانك حبيبتي، انا ما رح بطلع الا ما صح وقاعد على قلبك. ايه تقعد مكسر ان شاء الله. ايه ما انا مكسر هالنوع. تفضل. عفو. لك يسلم لي دمك ما اخفه. عفو.
من اليوم رايح انت ست البيت هون. نعم. شو هيدول؟ شو هيدول عفو؟ بردان شموطي مثل ما طلبت. بردان شموطي؟ انا قلت لك جيبي لي بردان شموطي؟ يي لكن شو طلبت؟ طلبت منك تجيبي لي بردان ابو سره يا بلا سره. عفيفي خد هيدول على المطبخ ما بقى تجيبي له شيء ابدا. عفيفي حطيهم عندك على الطاوله وما ترد علي. عفيفي خديهم على المطبخ وما بقى تجيبي شيء. عفيفي حطيهم عندك وما ترد علي. عفيفي انت عند مين بتشتغلي؟ عندك. وانت كلام مين تسمعي وبتنفذي؟ كلامك هيك لك لكن حبيبتي روح ادب اغراض توصلك عند بيت اهلك. عفيفي خليكي هون. ليكي انت قديش بتقبضي منهم معاش بالشهر؟ 1500 ليره بس؟ بس 1500 ليره؟ نعم. كل هالشحم والعظم واللحم ب 1500 ليره بالشهر؟ عم تاكلوا اموال الايتام انتو كمان؟ عفو نعم. انت من اليوم ورايح معاشك 3000 ليره. 3000 بالشهر. دخلك؟ نعم. وانت اللي رح تدفع له معاشا؟ لا بسلامة ابوكي. حضرتك وين كنت؟ 3 ساعات لا تروح لبرا برا حد البيت تجيب غرض وتجي لي 3 ساعات؟ برمت المنطقة كلها تلقيت لك طلبك. ليش شو كان طالب سعادته؟ زنود الست بقشطة بلدي. زنود الست؟ نعم. تاكل سن. حبيبتي أنا مجبور أتغذى، مجبور أتغذى لأنه أنا وركي مكسور. عمو سامي؟ نعم. حطهم بالبرد. على راسي. على راسي. عن إذنك، عن إذنك. عمو سامي؟ خليك حد البيت يمكن اعتزك بعد شوي لانه نفسي فاتحة على الحلم. حاضر حاضر. لا لا شو عامل بالعيلة؟ بحبوني حبيبتي. بحبوك؟ حبك الحب وغضب الرب. بحبوك؟ اكيد في مرام ورا هالشغلة سر. طبعا في سر. بتحبي لك ايه؟ قول. اعطيني بوسه بقول لك. اعطيك برد؟ اي 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 جيب اخرتك اخرتك بدي جيبها. كسر وركي الفوقاني. اخ يا اجري اخ 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 ابو البنات وابو اللي بيخلفها. هنود عم بتسبي. تفضل هول الدخانات يلي طلبتهم. حضرتك ما رحت جبتيهم من رجيع؟ لا نزلت على بيروت وصرت ابرم 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 حتى لقيتهم بعوني محل ما في عنده غيرهم. ليش شو كان طالب دخلك؟ كنت طالب سيجارة بفلتر من فوق وفلتر من تحت. يبقى ولا هو هيدي سري أكيد وتكون نصها وطنية ونصها تهريب. ولقيتيله؟ وليش فيكي ما تلاقيله؟ عن لازم نكون آخ آخ. ولا العيلة؟ لما حرام عليك لما حرام عليك مشغل العيلة كلها بطلباتك التافهة اللي هي مثلك. بيستاهلوا يلا بيستاهلوا بيستاهلوا طويلة على رقبتك. قوم من عندك ولا قوم. اي اي اتركيني. اي اي لحقوني. شو في يا عمي شو بدكم؟ هل شو في؟ قوم من عندك قلت لك يا عمي ضبوها. صارت ساعة بتشد لي ايدي قال شو بدها تنام حدي بتنخل. هي هي انا طبعا انت ولو ما شايفه هيك مكسور يا هنون. علي شوي فهمني برواق مين اللي اتصل فيك؟ اتصل فيك ابوها لهند وقال لك الاستاذ ابراهيم عامل حادث ويحو عندهم بالبيت. طيب حاضر حضرة المدير هلا بشوف كيف بدي اتصرف. الله معك. هذا اللي كنت خايفه منه هذا اللي كنت خايفه منه. شوفي شوفي حضرة ناظرة الاستاذ ابراهيم عامل حادث ويحو عند بيت هند. لا لا هذا ما يكون ابوها ضاربه ولا مقوصه مثل ما هدده. هذا اللي عم فكر فيه. والله اذا ابوها مقوصه عم بده يخطف لامه. وانت شو خصك تدخل بهيك مشاكل؟ كيف شو على هيك عم نترك يعني عم نترك الاستاذ وحده بالمعركه بدون مسانده؟ وكيف بدك تسانده يا سلادي؟ نقطع الطرقات وبنولع دوليبكا وتشوف. الله لا يوفقك على هالمساندة. هلا اترك لي افكارك الفوضوية على جنب وخلينا نحن نهتم بالمدرسة وبدروسنا وبس. شو يعني والله وما